اهلا اهلا بالاحباب، وحشتوني. بقالنا فتره كبيره ما صورناش فيديوهات، عشان انتوا عارفين الناس اللي متابعه على الفيس عارفين ان تليفوني باظ لسه كعه 3000 جنيه. الحمد لله اللي جت على قد كده. بصوا بقى، حصلت تطورات كتيره يا عم، حصلت تطورات كتيره قوي. ابتديت افتح طبعا للغزار وللزاجل، بس انا بقى اول مره هفتح الحمام الكبير وهكون فاتحه لدول. انا لا هش ولا نش، انا سايباهم يتدلعوا كده براحته. مش عارفه الكاميرا امسحها وارجع لكم تاني. هو انا تقريبا علشان في وش الشمس او اتجاه الاضاءه، فعكس يعني انا لما بعمل كده الاضاءه بتبان ايه احسن، مش من الكاميرا. فانا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هفتح للحمام. الحمد لله الحمد لله، قولوا ما شاء الله. في ناس بيقولوا لي ايه ده، وفي مسيحيين بيقولوا ما شاء الله. ايوه بنقول ان شاء الله وما شاء الله وبنصوم ونصلي وعادي يعني. بس انا مره صغيره، مره واحده صاحبتي كنا في المدرسه تقول لي ايه ده، هو انتوا بتصوموا وتصلوا؟ يا جماعه بنصوم ونصلي. بصوا بقى، هنا ده محصي، ده محصي، ده كان محصي بس انا كشفت على بتاعه قلم. نفسي اجيب سقايه، معرفش انا مكسله ليه في الموضوع ده. كان محصي بس لما كشفت على البيض لقيته مش مخصب، فانا خايفه بيني وبينكم يكونوا نتايتين. شوفوا كده، مع اني لا مش نتايتين، مش عارفه. طب احنا هنشوف كده، لو كده هنتابع مع بعض. بصوا بقى، ده الغزار، انا حاطه الدكر لوحده والنتايه لوحدها. ليه بقى؟ لانهم انا معرفش برضو حاسب راسي. الحمامه يعني بقولها حاسب راسي. معرفش بقى هل نوعيه الغزار بيأخر في الانتاج ولا القص ده عندي لسه فيه مشكله. انا عموما عملت ايه؟ لما فصلت اهي النتايه اديت لها دي 3 اف، ده كالسيوم. وقعت وانا بنطرها اهي، ثواني اهي ماشي. اديت لها نص، وبكره هدي لها ان شاء الله يعني النص التاني. واللي تحت دي كانت محصيه اول امبارح حصوايه، لسه ما حصيتش الحصوايه التانيه، يا اما بقى مش عارفه هتحصي حصوايه واحده ولا لا. طيب احنا بص، دول اهم فوق، هنعمل ايه؟ هنطير الحمام نشوف بقى هيطير معاهم ولا هيفضل ولا هنعمل ايه. يلا بقى، معلش عشان انا عندي حملة نظافة ايوه ماشي. دول اللي طايرين، دول بيتفرجوا عليهم واقفين عادي، ودول اهم السما نتفرج عليهم. بقالهم على فكرة من ساعة ما التليفون فصل وانا ما طيرتهمش. ماشي، هما اهم. ركزوا بقى معايا بعاد شوية، انتوا عارفين الزاجل لما شايفينهم ولا مش باينين في الكاميرا اهو. طبعا انا مش مأكلاهم، ودول المفروض محصيين يعني تحتيهم اصوص يعني. ايوه ايوه هم هم الباقي، مش هم قصين وفرد بس اللي طايرين. تمام، وده بيلقط، ده اللي كتبتر. واحد ده الدكر ودي النتاية ماشي، وده الدكر بتاع البديل دي، ودولت اهم طايرين، ودول انا سايبهم براحتهم خالص اهو. بصوا بقى، ده اللي وقع ده ما يتخافش عليه. ليه بقى؟ ما دام هو قدر من تحت يطلع حتى لو طار. بص 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 بص، انا لسه هو اتشجع اهو معايا. بص حتى لو ركن، لا ما تقلقش عليه، تقلقش عليه خالص. اللي راكنه دي البلدي ماشي، ودول اهم الزواجل طايرين. هو المفروض ما طيرش البلدي مع الزاجل، لكن دول متعودين على الطيران، فانا عارفاهم ان هم مش هيركنوا. وهنا الزغلول بص تقريبا ركن او طار كده عادي، ما تقلقش عليه. ما دام حصلت مره ووقع ورجع لك، تعرف ان الزغلول ده ذكي ويها يحط يعني هيلف. ادي البلدي اللي كان واقف هنا ابتدى برضو يطير، معرفش. لا اهو طار معاه، يعني البلدي اتشجع على حس الذكي. ودول زي ما هما، يبقى اللي طار كده اللي هو مين؟ الزغلول اللي واقع. انا التليفون هيفصل شحن. بس ايه يعني، هنفضل واقفين كده ونتفرج عليهم لحد ما نشوف الزغلول.
دول هيتعلق. هما على فكره جعانين عشان تحتيهم حصى، فهم مش هيطيروا. ايه مش هيطيروا كتير. انا هقف على اهو، بس الزغلول معاهم اهو ماشي عادي جدا. لو هو ايه ركن شويه بيستكشف سيبه براحته، لا تهش ولا تنش ولا تعمل اي حاجه. واللي رجعت ديت اللي هي النتايه، خلي بالكم هم جعانين. انا واقفه كده ايه اهو بعيد، هتطيروا ولا هتيجوا؟ ماشي انا هقعد اهو. يا بص بص، لا لا انا لازم اوريلكم الزغلول طار ازاي. بص بص تشجع معاهم ازاي، اهو 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 تشجع معاهم. بص بص اتجرأ معايا، ابتدى يطير بقى كده. الزغلول ده اول ما يطيروا هتلاقيهم ايه يرجع على طول. بالنسبه بقى للشباب اللي بتسالني انت بتطيريهم بتحبسيهم ازاي، بصوا في قص اهو طاير تمام شايفينه اهو، ماشي في قص اهو ده اللي فاضل. طيب انا بعمل ايه؟ انا بطيرهم يكون على جوع ماشي، بحط لهم المكلف اهو، بيجوا يروحوا داخلين عشان ياكلوا، اروح عامله كده. طبعا ده انا حبسته، انا وقفت الكاميرا شويه، ده انا اهو وقفته كنت حاطه له الاكل، هستنى نص ساعه واشيل الاكل من قصادهم. والتانيين دولت لسه طايرين. خلي بالكم برضو في لازم ايه نلاحظ كده ونتامل الاجواء اللي بتحصل. دول اللي طايرين يعني ده وده، هم ليه رجعوا بعديهم مثلا بخمس دقايق ولا بعشر دقايق؟ ليه؟ علشان حضرتك دول تحتيهم ايه حصى ماشي، ودولت مش تحتيهم حاجه اهو، مش تحتيهم. ان انا حتى نسيت احط لهم لسه الـ الاكل، فانا هحط لهم اهو بحيث ان هم يجوا اول ما يدخلوا اروح ايه قافله برضو ايه عليهم. طيب بالنسبه بقى اهم هم طيرين 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 اهو هيجوا. بصوا انا بس حابه اصور لكم اللقطه دي، هم خايفين انا هقف ايه على جنب. اول ما يجوا اهو، اول ما يجوا هقول لكم. بالنسبه بقى في اسئله كتير قالوا لي احنا بنستنى الحمام رائد عدى ال 20 يوم ومفيش حاجه والبيت فاضي، ما تستنوش يا جماعه ال 20. انت بتكشف على الحمام على البيت مره واحده اللي هو بعد سادس يوم، بعد خامس يوم يعني في سادس يوم كده او سابع يوم يفضل تكشف عليه. لقيت فيه عروق دمويه خلاص كده تعرف ان هو ايه معرق يعني مخصب، والبيت تمام خلاص ما تلعبش فيه كتير، لاني مش صح ان انت تزعج. بس هم لسه طايرين كده ايه في عز لياقتهم يعني مش وراهم حاجه فبيتجول تمام. عشان كده انا لما كشفت على سابع يوم ولقيت الحصى بتاعهم مش مخصب رحت ايه شلته ورميته. في ناس بيستخدموه ان هو يدوه زي كالسيوم كده للزغاليل، وعلى فكره ده صحي مش مضر الا في حاله واحده، لو الحمام عندك فيه بوادر سالمونيلا بيبقى غلط، لان برده البيض الني بيبقى فيه نسبه سالمونيلا بتتفاعل اكتر فبيبقى غلط ليه، سواء هتدي للزغاليل او للحمام الكبير في الحاله دي. غير كده لا لا عادي، انا جربت الموضوع ده بس انا ما بفضلهوش، عمال على بطال يعني من حين لاخر ممكن لو كده اجرب، جربت يعني بس ما حسيتش يعني بفرق كبير تمام. يا رب يكون الفيديو بسيط كده، وان شاء الله هحاول ان انا اجمع كل اسئلتكم وارد عليها. وما تزعلوش مني الفتره اللي فاتت لو في ناس بتسال ومش عارفه ان تليفوني بايظ، انا مش بتجاهل. لو انا قلت يعني انا لما اشوف السؤال وبقول لك هرد اتاكد ان انا ايه هرد عليه. ان شاء الله يعني احاول ان انا ارد على كل اسئلتكم. مع السلامه.